بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فهناك حادثة رأيتها على موقع قناة متخصصة بالفتن، ولا سيما تجاه القضايا الدينية، وتحاول أن تنفر الناس من دين الإسلام ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ومع الأسف تحمل اسما عربيا، وهي في ترتيبها وفي نظامها وفي طريقتها عبرية وليست عربية. قصة فتاة في مصر على رواية يعني صديقتها، هي التي تروي هذا، أن أهلها عذبوها وحلقوا شعرها وضربوها ضربات شديدة جدا. طبعا هذا عنف مرفوض جدا، وقد يكون غلف بغلاف ديني. قضية النقاب أصلا من القضايا المختلف فيها، والمختلف فيه لا يصح أن ينكر الإنكار لما هو مجمع عليه. الجماعات المتطرفة، الفرق الوهابية، وأقول فرق وهابية لأنها تعددت، أغلبها أو جميعها ربما يتبنى قضية الإلزام بالقوة للخمار، وربما يخالفهم الألباني، ولكن قوله مهجور، ولا سيما في العالم الإسلامي. ربما كان له أتباع في الشام في هذه القضية، لأنهم الفرقة الوهابية قائمة على المخالفة. لما كان أهل الشام يختارون القول بوجوب تغطية الوجه بمذاهبهم جميعا، حنفي شافعي حنبلي مالكي، كل أهل الشام هكذا، الألباني لابد أن يخالفهم. فلما ذهب الوهابية إلى باقي البلاد ورأوا بلادا ترى يعني أن لا ضرورة لغطاء الوجه، كالحالة المصرية والحالة الأندونيسية والماليزية، الوهابية لابد أن يخالفوا كعادتهم، يعني مثل تحريك الإصبع في الشام من السنن المؤكدة جدا، وكل وهابي لابد أن يحرك إصبعه. وحينما تذهب إلى الجزائر والمغرب بلاد المالكية حيث الناس يحركون أصابعهم، فالوهابي لا، هنا يرفض تحريك الإصبع ويراه بدعة. هذه عادة الوهابية، يعني فكر مشاكس. طبعا من يلزم الناس بقوة بهذه الطريقة هم الوهابية بقضية الخمار والنقاب. طيب أنا الآن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما صنع، بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لست ملزما بما ترويه هذه القناة أو القنوات العلمانية المغرضة أو مواقع الإلحاد. نحن عندنا مرجعية، والأزهر الشريف مرجعية مصر، يرجع إليه جميع الناس، كل الناس يرجعون إلى الأزهر الشريف. إذا الوهابية، الوهابية يعني فرقة شاذة كما قلنا لا عبرة بها. ما موقف الأزهر الشريف؟ أولا من قضية النقاب، يقولون كما يقول غيرهم، القضية خلافية ولا يصح إلزام الناس بمسألة مختلف فيها إلا إذا حكم الحاكم بهذا الأمر، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولم يحكم الحاكم في هذا الأمر فتبقى المسألة خلافية، ولا يحل يعني إنكار المختلف فيه. قضية العنف الأسري بلا شك هذه جريمة، والضرب المبرح والأذى وتعذيب المرأة بحلق رأسها هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. العقوبات والتعزيرات بهذه الطريقة يملكها الحاكم، وهو الذي يقدر على حسب الجريمة. أما والله كل إنسان ينفذ بالطريقة التي تعجبه ويشتد، طبعا كل بلد تجد حالات من العنف الأسري،
والحقيقة معروفة أن العنف الأسري موجود في الأسر غير المتدينة أضعاف مضاعفة، مثل جماعة المخدرات والخمور والقمار وهؤلاء الفساق. العنف الأسري عندهم أشد بكثير من الجماعة الدينية حتى وإن كانت متطرفة. بلا شك نحن نشجب ونرفض هذا الفعل الذي تعرضت له هذه الفتاة، والحل معها هو الإقناع والحوار. فإن أبت رفضت أن تضع الخمار أو النقاب على وجهها، يعني هناك قول لأئمة عظام وهم جمهور الفقهاء، يعني يجيزون ذلك عند أمن الفتنة. فالتركيز من هذه القناة المشبوهة على كل قضية دينية من أجل تنفير الناس من الدين، يعني موضوعات هذه القناة تتحدث عن المثلية الجنسية وتتحدث عن فض البكارة وهل هذا له قيمة أو ليس له قيمة، والحديث عن كل قضايا تسهل الوقوع في الفاحشة على أنها شيء محترم أو على الأقل يعني وجهة نظر محترمة، تختار المذيعات الجميلات المتكشفات المتهتكات أحيانا من أجل ماذا؟ من أجل يعني ترويج ثقافة معينة غريبة على مجتمعنا وعلى بلادنا وعلى ديننا وعلى قيمنا وعلى حضارتنا. ثم هناك أمر آخر، ما صدق هذه الرواية؟ يعني هل فعلا هذه البنت فعل بها أهلها ما فعلوا؟ طبعا مع اتفاقنا على أنهم أساءوا، مع اتفاقنا على أنهم أخطأوا، مع اتفاقنا على أن هذا لا يجوز، هذا أمر خارج عن محل النزاع، فهل فعلا السبب في عنفهم تجاه هذه المرأة هو النقاب أم هذه هي الرواية التي رويت؟ كل ذلك محل بحث ونظر. نحن مع تدخل الحاكم لمنع العنف الأسري الشديد، نحن نؤيد هذا الأمر، ولكن ينبغي أن يوجه بطريقة شرعية. الأب أو الأخ المسيء المتجاوز للحدود ينبغي أن يعاقب، ينبغي أن يعسر، ينبغي أن يسجن. نعم، وإذا كان الأب لا يصلح لحضانة أولاده كأن يكون حشاشا أو مدمنا أو شاربا للخمر، نحن مع التدخل لإزالة هذا الفساد وهذا المنكر. وكذلك إذا كان متطرفا تطرفا دينيا يطبق ما سمعه من شيخ جاهل واعظ القصاص ويتجاوز مرجعية الأزهر الشريف، نداء إلى الإخوة والأخوات وإلى كل من يتعرض ومن تتعرض لشيء من هذا الأذى، ارجعوا إلى مرجعية بلدكم، مرجعية بلدكم التاريخية. الأزهر الشريف مرجعية لكل المصريين، بل مرجعية للأمة. نعم هناك فتاوى متساهلة من بعض الناس، ولكن الخط العام هو الأزهر الشريف. وأيضا رسالة إلى الأزهريين حينما يخالفون المذاهب الأربعة، المذاهب المعتمدة، قاصدين عامدين من أجل تجميل الصورة ومن أجل أخذ شهادة حسن سلوك من العلمانيين، هذا الأمر سيؤدي بالناس إلى فقد الثقة بالأزهر الشريف، وسيرجعون إلى مرجعيات هلامية ستؤدي إلى فساد كبير. وربما هذا التضخيم في مسألة من مسائل الرأي العام تجعل
أساسا يتدخلون بتشريعات أحيانا تخالف الشريعة، فنحن علينا أن نحتاط وأن ننتبه لديننا قبل فوات الأوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.